كابتن احمد، اخر تجمع لمنتخب مصر الزمالك طارق حامد وجنش. اخر تجمع لمنتخب مصر طارق حامد وجنش، تمام؟ والزمالك مكسر الدنيا والزمالك متصدر. دلوقتي بقى الزمالك بيتواصل في تصدره للدوري العام المصري. شفنا لعيبه على اعلى مستوى زي محمود علاء، زي كهربا، زي عبد الله جمعه. محمود علاء بن حسين هداف الدوري، هداف الدوري هو كهربا، محمود علاء وكهربا، عبد الله جمعه، بنتكلم على طبعا اوباما، يوسف اوباما، بنتكلم على محمد عبد الغني حتى. لا، في لعيبه كتير مميزه جدا جدا، واكون حقاني معاك، مش عايز ادخل نوع الانتماء، بس هل يعني كما يحدث، كما كان يحدث مع اسامه نبيه ويتهم دائما ان هو بيحابي وان هو ضد وان هو ما اعرفش ايه، دلوقتي عندك هاني، كابتن هاني رمزي، كابتن احمد ناجي، لا يرى الجنش، وكان الجنش كتر خيرنا ان احنا بندخله المنتخب، بيقعد تالت رابع، ورغم ان انا على ارض الواقع وما يقدمه جنش السنه دي هذا الموسم مع نادي الزمالك لا يجعله يكون لاعبا اساسيا في منتخب مصر. كهربا نفس القصه، عبد الله جمعه نفس القصه، اوباما اللي من وجهه نظري اعلاميا مش واخد حقه، نلاقي ناس عماله يعني تتلمع وتكبر وتعمل وهما ما بيعملوش حاجه، في يعني ما عملوش حاجه رهيبه بالقياس بما يقدم اوباما. نادي الزمالك من يستحق الانضمام لمنتخب مصر؟ يعني اولا يمكن كل الاسماء اللي قلتها يمكن معظمها ممكن تبقى تستحق ان هي تبقى موجوده وتنال شرف في لجنه منتخب مصر، لكن خليني اقول ان دايما حتى الانتقاءات من خلال الجهاز الفني المفروض ان بيبص على الاول او الثاني او الثالث لغايه الاربع فرق الاولانيين، بجانب ان في فرق ثانيه ممكن يشوف اللعيبه. اذا ما كنتش اخد من فريق المتصدر الدوري العام اكبر كم من اللعيبه اللي هي تبقى متواجده، لان مش ممكن هبقى اوصل للاول وانا كده، يعني مش ممكن هبقى اوصل للمركز الاول متصدر الدوري وانا ما عنديش لعيبه كويسه. بدليل ان كابتن اسماعيل قال كمان نقطه مهمه قوي، ان كل اللعيبه جاهزه، كل اللعيبه في ترابط بينهم وبعضهم، فانا شايف ان في ناس كثيره جدا مميزه. احمد، انت كمدير فني وانت راجل برضه مدرب، انت لو انت مدرب منتخب مصر مين اللعيبه اللي تاخدهم فورا؟ انا اخد عبد الله جمعه نمره واحد، نمره اتنين محمود علاء، وخاصه ان احنا عندنا افتقاد في الحته ما فيش حد سوبر في الحته دي، يعني الحتة دي غير احمد حجازي عبد الله جمعه، هو ده عبد الله جمعه وما في عندهاش المركز ده في ناحيه الشمال. كهربا طبعا شيء طبيعي جدا لازم يبقى موجود كراجل، كان في كاس العالم وعنده خبرات وفي نفس كاس امم قبل كده يعني، وجاب جول في المغرب. يوسف اوباما ممكن تستفيد منه في اكتر من مركز. يعني الميزه ان يوسف اوباما عنده قدره ان هو يلعب، وخاصه ان الموسم ده عامل موسم طيب جدا، يعني يمكن انتقالاته للاعارات لنادي الزمالك اعاره بره كتير قوي فعلا افاد اوباما وافاد نادي الزمالك. مين حارس مصر الاول يا كابتن؟ لا انا شايف ان جنش برضك هايل، انا مش فعلا دلوقتي يعني حد يقول لك مثلا من يا جماعه محمد الشناوي لعب كاس عالم، ده لعيب دولي. لا خلينا نقول ان جنش، محمود جنش فعلا من احسن الحراس الموجودين في مصر. انا شايف ومعاه عامر عامر. وعامر برضك مصدوق. كابتن ما هو بص عشان بره كابتن السعوديه احنا ما بتيجي تتكلم كده يقول لك عامر عامر بيقدم في الدوري، بس في لعيب دولي ولعيب دوري. فمحمد الشناوي لعيب لعب كاس عالم. انت اكتشفته امتى ان هو لعيب؟ على فكره عامر عامر كان معايا في منتخب الشباب 87 حارس مرمى دولية كتير. دي نقطة بس معلومة. كان هو والشناوي واحمد عادل عبد المنعم كانوا معايا في منتخب مصر. مين يستحق كابتن منتخب مصر بمنتهى الصراحة دلوقتي؟ ومين يستحق بعدين؟ بمنتهى الصراحة محمود علاء متأخر جدا عدم انضمام المنتخب، ومستغرب أنا في نفس الوقت. لأن المكان ده مفيش حد يعني في منتخب مصر زي ما أنت قلت حجازي بس. ناحيه الباقي كله يعني شبه بعض. وبعدين انا لعيب عندي خلي بالك محمود علاء مواصفات شخصيه متزنه، قوي جدا شخصيته في الملعب، لا ويليق على منتخب مصر، هداف الدوري بيعرف يعني بقول لك يعني لا وليه شخصيه، يعني لعب في ظروف الفتره اللي فاتت دي صعبه مع نادي الزمالك وقدر ان هو يثبت مستواه، فهو يستحق بجداره ان يكون اساسي كمان في منتخب مصر. صحيح. ادي نمره واحد. انت عندك باهر المحمدي هو وظفه في الحته دي. وظفه.
عبد الله جمعه المكان ده في مصر كلها يعني الموضوع قليل فيه، فلازم يكون موجود. كهربا طبعا هو لعيب اساسا في منتخب مصر. طب اوباما؟ اوباما لازم يكون موجود لان في المكان ده ما فيش الا عبد الله السعيد بس. انا بس في واحد عمر السعيد. عمر السعيد برافو عليك. انا بقول لك على حاجه كابتن، لان المركز ده انت ناقص في منتخب مصر، ما عندكش حد. حظه اللي مش كويس ان جه بو طيب لعب عليه، لكن هو راجل لما قعد كمان بره لو جابه كان كويس قوي. عمر كان كويس قوي، بدا يعلى بقى له فتره مصاب. هل ممكن بعد اسبوعين يجيبه؟ عادي جدا. مالك في ايه؟ انا اتخضيت كده ليه؟ عادي، ايه المشكله؟ حتى لو لا بجد انا شايف ان عمر السعيد والله عمر السعيد انا فاهم طبعا كابتن سامي فعلا. عمر السعيد انت قلت لي قبل قبل الهوا، قلت لي عمر السعيد من اللعيبه اللي انا بقول لك عمر السعيد فعلا من اللعيبه اللي هي عندها امكانيات غير طبيعيه. 90 سم لا محطه كمان كويسه، 190 سم ده مواصفات راس حربه ومهاري وبيعرف يجيب. خد ثقه، خد ثقه معاه بشكل كبير جدا. طيب ومش يلعب